يقول السائل: هل من كلمة حول ما يفعله بعض الناس من النوم غالب النهار في يوم رمضان، وما كان وكيف كان هدي السلف في النوم في شهر رمضان؟ كثرة النوم في شهر رمضان خسارة. الواجب أن الإنسان ينام بقدر حاجته فقط، ويفرغ بقية الوقت لذكر الله، تلاوة القرآن، وعمل الطاعات في هذا الشهر الكريم. ينام من الليل، ينام من الليل بقدر ما يأخذ راحته، خصوصا النوم أول الليل. النوم أول الليل أحسن من النوم في آخر الليل، من أجل أن يأخذ راحته ويقوم آخر الليل نشيطا للتهجد ولصلاة الفجر، فينام من أول الليل. وكذلك ينام من وسط النهار في القيلولة، ينام من وسط النهار بعد الظهر، ما بين الظهر إلى العصر ينام، لأجل أن يستعد لصلاة التراويح ولأداء الفرائض في مواقيتها مع الجماعة. فينام أول الليل، وينام أيضا في القيلولة وسط النهار، ويكفي هذا. أما أنه ينام النهار كله، يسهر الليل كله وينام النهار كله، هذه خسارة عظيمة، يذهب عليه الليل ويذهب عليه النهار بدون فائدة.